السلام عليكم، سميتو معكم زكريا دهم. سميتو بدأ أهم بألعاب القوى F33 صاحب ذهبية سميتو طوكيو، هو سميتو رقم قياس أولمبي. تكنت البداية ديالي سميتو 2004 2000 سميتو تحدى ألعاب القوى. تحدنا مع إيكيب ناسيونال 2018، بقينا حدا من سيبلي، بقينا كان وزدو ساركنا بزاف ديال سميتو بطولات عالمية أهم، و سميتو ميتينك سميتو دولن سميتو جبنا تأهل ديالنا الأولمبياد. سميتو ضد سميتو رقم قياس إفريقي. سميتو زاد كورونا توقفنا، كانت عندنا صعوبة تدريب، كانو ملاعب سودا، كان عاد ريالية، بقينا أنا مدرب ديالي على التواصل عبر سميتو التليفون، سميتو مواقع الاجتماعية، بقينا على التواصل، بقينا خدام. صارت زائحة كورونا، دخلتنا جامعة الملكية سميتو محسكرات، سميتو بداية هذا العام، بقينا خدامين، تأهلنا أولمبياد. سميتو مول سميتو بين ديال تونس، كان الهدف ديالنا هو ميدالية ذهبية، هو هداك المقياس. بقينا خدامين بالتوفيق من الله، سنينا سميتو طوكيو، سرقنا، كان عندنا تخوف من ذائعة تكون كانوا إصابات من أصدقاء ديننا تصابوا تكون، كان عندنا تخوف من عدم صراقة. أولا كان هذه الميدالية الذهبية إلى صاحب زيارة محمد السادس، وصعب معي كاتبة، كان نسكر الجامعة الملكية والدنيب ديالي والناس زعونوني كامل. زعندي صار إلى سؤولين تانزا سمو بي أقريادين كينين مواهب معصم سيميدو مساعدة المساعدة، و سيميدو الطموح ديالي هذاك الطموح ديالي هو هدف ديالي هو ميدالية ذهبية سيميدو بطولات عالم و ركاكم قياسي عالمي. السلام عليكم، معكم حنيفة ياسين مدرب ألعاب القوى، وكيحصل لي الشرف نتواجد مع السي زكريا الدرام البطل الأولمبي في رامي الجلة، واللي عانى كثير وكثير قبل ما يوصل لهذا المستوى هذا، وهذه عبرة أي واحد باغي يوصل للهدف ديالو، لأن عمري شفت شي عزيمة وإرادة قوية في هذا البطل. فحصل لي الشرف أنني نتلاقى معاه في 2012، كان مستقر فاس وكان كيواظب على التدريب ديالو تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية، اللي مشكور على هذه المجهودات اللي كتقوم تجاه الأبطال ديالنا المختصين في جميع المجالات اللي شاركوا فيها في طوكيو، سواء في الجري أو لا في الرياضات التقنية. فاز سي زكريا الدرهم، حصل لي الشرف أنني ندربه، هو تواضع معايا، ومنا من المسؤولين ديالنا اللي في مدينة طنجة أنه يشوفوا في الأبطال ويعملوا له شي حفل تكريمي على ما أظن. راه باقي ما عرفوش على أن سي زكريا الدرهم أنه فاز بالميدالية الأولمبية. وباش تقول على أن الميدالية الأولمبية راه ماشي سهلة، راه صعيبة، لا سقسيتي أي بطل كيف ما كان نوعه، سواء كان يعني عادي ولا ذوي الاحتياجات الخاصة،
ملي كيفوز بمجرد انه كتعلق له الميدالية الاولمبيك كيتفكر المعاناة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.